أسعد الله صباحكم مشاهدينا الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من حلقات برنامج فيض ضحى نفس ما عودناكم دائما. كل حلقة تكون مميزة في المواضيع اللي راح نختارها لكم مع الضيوف والشخصيات اللي راح ينورونا. صحة، إبداع، تميز، كله في حلقتنا لهذا اليوم. مواضيع أكثر في التقارير راح نشوفها بالتأكيد. صباح الخير زملائي. صباح النور حنين، صباح النور خليفة، صباحكم الله بالخير مشاهدينا وين ما كنتوا. وأحب أخص بالتصبيح على زملائي الموجودين معنا اليوم في الاستديو. نعم، صباح الخير شيخة، صباح الخير حنين. أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج فيض ضحى. هذا البرنامج اللي يأتيكم من استديوهات تلفزيون قطر، ودائما خص بالتصبيح امهاتنا الكبار شيبان وعيازنا، نقول لهم عساكم على القوة، الله يعطيكم الصحة وطولة العمر. هالقلب هالقلب من جروحه، تعبت من الجيه الجيه والروحه، وتعب هالقلب هالقلب من جروحه. حلفت لا روح ولا سافر ولا فارق هوى الدوحه، حلفت لا روح ولا سافر ولا فارق هوى الدوحة. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم من جديد وأسعد الله صباحكم. بعد ما شفنا هذه الأغنية الوطنية الجميلة من الفنان ناصر صالح، أيضا نقول إن شاء الله حلقة اليوم تكون حلقة فيها ضيوف مميزين، أكيد راح تكون فيها فائدة كبيرة لمتابعينا ومشاهدينا من خلال شاشة تلفزيون قطر. أسعد الله صباحك شيخة. أكيد أسعد الله صباحك، وسلام للصباح، للحياة، للبدايات المزهرة والتفاصيل التي تملأ كل هذه الحياة مزيدا من الازدهار والإيجابية والسعادة. مثل ما قال أخوي خليفة وقالت أختي حنين، اليوم عندنا مجموعة كبيرة من الفقرات، فيها الصحة وفيها الطبخ أيضا وفيها أيضا الطب، وراح نتكلم أيضا عن التعليم بكل تأكيد. إذن مشاهدينا، صبح عليكم مرة ثانية وصبح على زملائي بالاستوديو. دائما نبتدي بكلمات إيجابية ونقول رائعة تلك الابتسامة التي تقول للحزن لن تغلبني، وتلك المحاولة التي تقول للفاشلين لن تتمكنوا مني، وذلك الطموح الذي يقول للإحباط لن تسيطر علي. دائما حريصين احنا نبتدي بكلمات إيجابية، مواضيع إيجابية كذلك. دائما نقول لكم أساس كل شيء هو الإبداع، فدائما ابدعوا في عملكم أي مجال كان. على سبيل المثال حتى في الإعلام دائما نشوف يمكن نخبة كبيرة من الإعلاميين، ولكن النجاح الحقيقي في التميز وفي الإبداع للاستمرارية. دائما نبتدي مع البورصة، وخلونا ننتقل إلى زميلنا هشام ونصبح عليه. صباح الخير أخوي هشام.
صباح النور لكم جميعا حنين شيخة وخليفة، وإن شاء الله أيضا الإيجابية تستمر اليوم أيضا في أداء مؤشر البورصة القطرية. كما تعلمون في آخر جلستي تداول المؤشر حصد أكثر من 400 نقطة. نحن طبعا أيضا أمامنا جلستان لننهي هذا الأسبوع وأيضا شهر أغسطس الجاري، جلسة اليوم وجلسة الغد، مع الإشارة طبعا إلى أنه مع الارتفاعات القوية التي سجلت خلال آخر جلستين، المؤشر أيضا خلال الشهر الجاري انتقل كأداء إجمالي من المنطقة الحمراء إلى المنطقة الخضراء، أي أنه تحول من تراجع خلال تعاملات شهر أغسطس إلى ارتفاع بأكثر من ثلث النقطة المئوية حتى نهاية تعاملات جلسة الأمس. أذكر هنا طبعا بأن المؤشر منذ العام 2016 لم يسجل ارتفاعات لثلاثة أشهر على التوالي. أتحدث هنا عن مكاسب حتى الآن في شهر يونيو، شهر يوليو، ومع تحوله إلى أداء إيجابي بعد نهاية جلسة الأمس أيضا أصبح شهر أغسطس في المنطقة الخضراء، أي نحن أمام أيضا فرصة لتسجيل ارتفاعات متتالية لثلاثة أشهر، وهذا حدث أيضا تحديدا خلال يونيو يوليو وأغسطس من العام 2016، في حينه المؤشر ارتفع خلال هذه الأشهر الثلاثة بقرابة 15%، لكنه أنهى العام دون أي تغيير يذكر. نحن حتى الآن خلال الأشهر الثلاثة هذه أي يونيو يوليو وأغسطس مرتفعون بحوالي 11%، لكن الأداء للعام الحالي 2018 هو مكاسب تجاوزت 15%. لنذكر قبل بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء بإغلاق يوم أمس الثلاثاء. إذن المؤشر واصل مساره الصاعد بالأمس بعد أن أضاف أكثر من 350 نقطة في جلسة الاثنين، ارتفع بالأمس بأكثر من 50 نقطة أو 16 نقطة المئوية تقريبا إلى 9858 نقطة. أحجام التداول بالأمس تخطت 5,600,000 سهم، وقيم التداول بحدود 189 مليون ريال بعد تنفيذ 3,696 صفقة. نبقى دائما مع أرقام جلسة الأمس، حيث الأكثر ارتفاعا كنسبة مئوية كان سهم القطرية العامة للتأمين الذي أضاف 6.5 النقطة المئوية، بينما الدوحة للتأمين ارتفع بأكثر من 3.5%. إذن مكاسب جيدة لقطاع التأمين بطبيعة الحال. إزدان 9.5 الريال إغلاقه بالأمس بإضافة 3.4 النقطة المئوية، بينما قطر للسينما وبقيم وأحجام متواضعة كما عودنا ارتفع ب 2.3 النقطة المئوية إلى 16.51 درهم. أما بالنسبة للأكثر انخفاضا كنسبة، المناعي تراجع ب 1.19 النقطة إلى حدود 50 ريال، دلالة 1.5 النقطة أيضا إلى 14 ريال و65 درهم آخر التداول. البنك التجاري كان طبعا أداؤه متراجع بالأمس وإغلاق دون مستوى 40 ريال بعد أن فقد نقطة وربع النقطة المئوية، بينما رأينا الخليج للمخازن يتراجع بنقطة و15 جزء من النقطة المئوية إلى 40 ريال و53 درهم. أما بالنسبة للنشاط من حيث قيم التداولات، كما نرى إزدان أو أحجام التداول، إزدان القابضة 794,000، ناقلات 757، وطبعا ناقلات إغلاقه بالأمس كان عندها 17 ريال و16 درهم. المتحدة للتنمية اقترب من 14 ريال بالأمس، وفودافون قطر 9.06 ريال كان آخر سعر تداول عليه في جلسة الأمس. في هذه اللحظات تنطلق تداولات كما نرى جلسة اليوم الأربعاء، الجلسة قبل الأخيرة لهذا الأسبوع وأيضا لشهر أغسطس الجاري. كما نرى المؤشر حتى الآن يقفز بأربعين نقطة في اللحظات الأولى، نراه يقترب من 9,900، يبتعد أقل من نقطة ونصف النقطة عن هذا الحاجز النفسي أيضا الذي يراهن العديد من المتداولين على اختراق ليس فقط 9,900، إنما يتحدث البعض عن مسألة 10,000 أصبحت فقط مسألة وقت، مع أنه المؤشر كما نذكر أكثر من مرة
كان قد اقترب من 10,000 نقطة لكنه لم يتمكن من اختراقها تحديدا في جلسات شهر يوليو الماضي. إذن بعد بداية خضراء على ما يبدو مع زيادة النشاط في التداولات، المؤشر يتراجع الآن إلى 9,844 نقطة، نتحدث عن أحجام تداول تقترب من 42,000 سهم، إذن وقيم بحدود 3 ملايين ريال. ما زال من المبكر الحكم طبعا على اتجاه هذه الجلسة مع تسجيل بعض الأسهم طبعا مكاسب جيدة في بداية التداولات، كسهم صناعة قطر الذي يرتفع إلى 125.5 ريال، إضافة لاستمرار أيضا الأداء الإيجابي لفودافون الذي يصل الآن إلى 9.10 ريال. أما بالنسبة لعدد الصفقات، إذن فقط 58 صفقة حتى الآن. بالانتقال إذن إلى الأسهم التي حتى الآن تسجل مكاسب جيدة في الدقائق الأولى، البنك التجاري كنا قد رأيناه قبل قليل باللون الأحمر في نهاية تعاملات جلسة الأمس، اليوم يعوض جزء من هذه الخسائر ويرتفع ب 1.85 جزء من النقطة المئوية إلى 40.69 ريال. صناعة قطر إذن نقطة وعشرين نقطة المئوية مكاسبه حتى الآن، الطبية قرابة نقطة وعشرين نقطة، وبنك الدوحة أيضا ينضم إلى قائمة الرابحين بإضافة 21 نقطة المئوية ويقترب من جديد من مستوى 26 ريالا. أما بالنسبة للقائمة الحمراء، الدوحة للتأمين 6.25 نقطة المئوية متراجع حتى الآن، طبعا الضغوط التي تأتي من سهم QNB كانت واضحة في أول تداول على هذا السهم، تراجع ب2.5 نقطة المئوية تقريبا، وهذا ما حول المؤشر من ارتفاع بأكثر من 40 نقطة إذا إلى تراجع خلال لحظات قليلة. إذن QNB عند 170.70 ريال، طبعا هذا السهم سجل مكاسب أكثر من جيدة خلال الفترات السابقة والآن يقلص هذه التراجعات إلى 1.4 نقطة المئوية. الريان 1.25 نقطة المئوية انخفاضه إلى 37.51 ريال، والخليج الدولية 0.5 نقطة مئوية إذن تراجعاته وتداول الآن عند 17.55 ريال. إذن أعود وأذكر مع طبعا نشاط صناعة قطر على رأس القائمة كما نرى، QNB فودافون وبنك الدوحة، أعود وأذكر بأنه بداية تداولات جلسة الأربعاء شهدنا ارتفاع في اللحظات الأولى، الآن المؤشر ينخفض بقرابة 6 نقاط، إذن حوالي 10 النقطة المئوية. سيكون لنا طبعا وقفة تفصيلية مع أداء البورصة لهذا اليوم في جلسة الأعمال في تمام الساعة 11. الآن نعود إلى زملائي في الاستوديو لمتابعة في الضحى، ونتمنى لكم طبعا يوما سعيدا، إلى اللقاء. شكرا لك زميلي هشام العياص على هذه المعلومات الإيجابية إن شاء الله اللي راح تكون إن شاء الله من بورصة قطر، ولمزيد من المعلومات تابعوا جلسة الأعمال في تمام الساعة 11 بعد برنامج في الضحى. اليوم خليفة احنا نتكلم عن بدايات استقبال العام الدراسي الجديد، واليوم عيالنا ما شاء الله بشروا الدوام، ايضا طلاب الجامعه كان عندهم لقاء تعريفي للدخول للحياه الجامعيه، خاصه الطلاب اللي خلصوا ثانويه عامه ومو بعرفين شنو الحياه الجامعيه، كان في لقاء تعريفي جدا مهم للي حاب يتعرف على شنو داخل الجامعه، شلون يتعامل مع دكاتره الجامعه، شلون يتعرف على الاماكن اللي فيها ايضا تجمعات الطلبه الرابع. نعم شيخ ايضا يمكن اليوم من دخل الجامعة لأول مرة أكيد راح يكسب صداقات جديدة، راح يعمل مع هؤلاء الأصدقاء على مدى يمكن 4 سنوات، وأيضا راح يكون صداقات جديدة، وهذا ينطبق أيضا على مدارسنا في قطر، يمكن أبنائنا المستجدين اللي يمكن يدخلون لأول مرة اليوم يمكن يتعرفون على صداقات جديدة أيضا من خلال تواجدهم في العام الدراسي. وأحلى مرحلة المرحلة الجامعية ترى، يعني داخل الجامعة هني الحياة الحقيقية فعلا، مش المدارس النظامية. نعم. الجامعة تختلف طبعا. ويمكن شيخ أيضا مرحلة جميلة لطلابنا اللي لأول مرة يدخلون هذا العالم. صحيح. عالم جديد عليهم، وأيضا نقول لكل ولي أمر وولية أمر شجعي دائما أبنائك على الانخراط، وأيضا يعني التعرف على صداقات جديدة، صداقات راح تخدمهم، يتبادلون الأفكار أيضا والمعلومات من خلال تواجدهم في المدرسة، وهذا شيء جميل جدا، نحرص على أبنائنا يكونون أيضا لهم صداقات ومعارف جديدة دائما. إيش رأيك نروح نشوف بوابة التعليم الأولى للطلاب الجدد من خلال تقرير جامعة قطر، لقاء تعريفي.
بداية عام أكاديمي إن شاء الله نتمنى تكون موفقة. انضم للجامعة ما يقارب من 5700 طالب وطالبة سواء في مرحلة البكالوريوس أو مرحلة الدراسات العليا الماجستير والدكتوراه، وهذا العدد الآن يعني يحقق أو يصل بالجامعة إلى ما يتجاوز 20,000 طالب وطالبة يلتحقون في جامعة قطر للدراسة. والله الاستعدادات طيبة الحمد لله، فصل جديد، يوم جديد، إن شاء الله بداية انطلاقة أفضل من السابق، ونتعرف على الطلاب الجدد الموجودين وندلهم في الجامعة ايش يبون ايش ما يبون. في تخصصات جديدة طبعا انفتحت للإقبال، نفس قسم العلوم الرياضية في كلية التربية وفي الهندسة، في كل مكان طبعا تخصصات جديدة. والله بحاول المرة دي كده ان الواحد يبدأ بروح كويسة وتفاؤل، ونحاول يعني نركز اكتر وإدارة الوقت، وسجلنا المواد الحمد لله ومتفائل يعني ان شاء الله. من جامعة قطر مستمرين بالتأكيد في العلم والتعليم بالإضافة إلى العودة للمدارس، فأخبارنا راح تكون بشكل كبير وبشكل مكثف في هذا الإطار. من جريدة الشرق اخترنا لكم توزيع الكتب المدرسية والجدول الدراسي على الطلاب، راح يكون إن شاء الله اليوم. هاي في جريدة الشرق. ينطلق اليوم الأربعاء الموسم الدراسي الجديد 2018-2019 في 554 مدرسة وروضة حكومية وخاصة، بينهم 14 مدرسة جديدة، ومن المنتظر أن ينتظم 307,000 طالب وطالبة في المدارس، فضلاً طبعاً عن 27,000 معلم ومعلمة. نفس ما عودناكم دائماً ناخذكم في جولة سريعة على صحفنا المحلية والأخبار اللي موجودة عندنا، إما في جريدة الراية، خلونا نختار خبر كذلك متعلق ويخدم طبعاً المدارس ولكن في المرور. يقول لكم المرور يكثف دورياته في محيط المدارس. بدأت الإدارة العامة للمرور جهودها لضمان سيولة الحركة المرورية وانسيابها مع انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم، وذلك بتطبيق الخطة المتكاملة اللي كانت قد طبعا أعدتها بهذا الخصوص من خلال انتشار الدوريات المرورية بالطرق والتقاطعات الرئيسية وألهامها طبعا خلال فترة الذروة الصباحية. هذا الخبر من جريدة الراية. إما جريدة أخرى من صحفنا المحلية اخترنا لكم من جريدة الوطن خبر يقول لكم أشغال تفتتح عدداً من المشروعات. تفتتح عدد من المشروعات حيث سارعت هيئة الأشغال العامة أشغال مع طبعاً من وتيرة الأعمال في عدد من المشروعات اللي نقدر نقول تخدم عدد كبير جداً من المدارس وتوفر مداخل آمنة وسلامة مرورية للطلاب. وتشير الهيئة إلى طبعاً أن العمل يسير على قدم وساق لافتتاح تقاطع الشورى وتقاطع فريج كليب الأسبوع القادم. يعطيهم العافية. نفس ما قلت لكم أخبارنا راح تكون كلها في هذا الإطار كوننا احنا الحين في الأسبوع الأول للعودة للمدارس. وآخر خبر اخترنا لكم إياه من جريدة العرب، توفير أفضل معايير الرعاية لمرضى سرطان الدم. أكدت مؤسسة حمد الطبية أن خدمات زراعة الخلايا الجذعية لعلاج سرطان الدم والنخاع العظمي اللي يوفرها المركز الوطني للعلاج وأبحاث السرطان تحقق هدف حصول المرضى على العلاج في دولة قطر دون الحاجة إلى السفر للخارج، يعني على مستوى عالي جداً ومستوى جداً كبير. إحنا قاعد نشهد التطور في كافة المجالات وتحديداً كذلك في الجانب الطبي، وفي الجانب الطبي بالتأكيد راح نتحدث نفس ما قلت لكم في بداية الحلقة بشكل مفصل أكثر من خلال الضيوف والشخصيات اللي راح يكونون موجودين معنا. يعني شيخ إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن الجانب الطبي في حلقتنا وتحديداً في فقرتكم أنتم. إن شاء الله. أنا أحب أركز على آخر خبر اللي هو المركز الوطني لأبحاث السرطان، من المراكز طبعاً الرائدة التابعة لمؤسسة حمد الطبية واللي توعي كثير بأمراض السرطان بالذات سرطان الدم اللوكيميا، لأن في كثير من الأنواع لسرطان الدم وغيرها من السرطانات. لو نشوف احنا طول السنه ما شاء الله عليهم المركز الوطني لابحاث السرطان مقسمين اشهر السنه طبعا توعيه بانواع كل السرطان،
نوجه لهم تحيه والكادرهم الطبي المتخصص يستاهلوا. اللي يوفرون طبعا كل الامكانيات الحديثه والمتطوره عشان عيالنا ما يسافرون برا في الخارج ويستخدمون العلاج الخارجي. نعم اختي مجاسم، ايضا نقول لكل مريض صراحه باي نوع من الامراض الله يشافيك ويعافيك ان شاء الله وترجع لاهلك سالم قانم. وانا راح اتكلم ايضا عن تكثيف صراحه الدوريات، ونوجه ايضا تحيه لرجال المرور ورجال او منتسبي وزاره الداخليه فعلا، يعني المرور، الفزعه، قوى الامن الداخلي على وقوفهم دائما على الشوارع، تنظيم حركه السير. ايضا المرور هذه العام راح يكثف الدوريات امام المدارس، وانا اقول امام مدارس الطلاب يمكن يكون اكثر. صحيح. ودائما لتوعيتهم من مخاطر الشارع، وايضا نحرص على طلابنا بعدم الوقوف امام او خلف الباصات فعلا حتى لا تحصل مأساة، ونقول ان شاء الله عام دراسي جميل وممتاز للجميع ان شاء الله. واكيد بعد نحن نتكلم عن طلاب اليوم دوامهم المدرسي، اكيد طبعا في تجهيزات كامله لطلابنا بما فيها الصحة المدرسية. اليوم راح نتكلم أيضا عن شيء خاص بالأمراض، ولكن نتكلم عن مشروع. نعم. إذن مشروع أسفر، مشروع بحثي مشترك ضمن 4 دراسات منفصلة أجراها باحثون من مؤسسة حمد الطبية وبالتعاون مع مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وبعض المؤسسات البحثية في الولايات المتحدة الأمريكية، عن تطوير مجموعة من الأدوات المبتكرة لمرضى السكري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف الدكتور طلال العنزي، استشاري ورئيس أمراض القدم في مؤسسة حمد الطبية. دكتور طلال صبحك الله بالخير وقواك الله، وسعيدين بتواجدك من خلال برنامج في الضحى. أنا سعيد، شكرا لدعوتكم الكريم. يسعدنا طبعا استقبالك اليوم في برنامج في الضحى. الدكتور طلال العنزي، احنا قاعد نتكلم عن مشاريع، مش مشروع واحد، ودراسات وأبحاث كثيرة تجمعكم بين مؤسسة حمد الطبية وبين طبعا مؤسسة قطر للعلوم والتربية. اليوم نتكلم عن الدراسات هذه والأبحاث في مجال السكري، تكلمنا عن هذه الأبحاث. صحيح، هذه الأبحاث طبعا هذه كلها على قولتهم فندد أو كانت معطاة عن طريق مؤسسة قطر التعليمية قسم الأبحاث، وكانت جريت على تقريبا فترة 10 سنوات، والبحوث كلها مرتبطة ولها علاقة في مرضى السكري. كون مرض السكري منتشر للأسف في الخليج العربي، وعندنا في قطر تقريبا نسبة 23% من سكاننا وقاعدة تزيد كل سنة. الأمراض هذه تؤدي إلى مشاكل صحية كثيرة، من ضمنها مشاكل القدم. فمشاكل القدم هي فقدان الإحساس، وبعدين من فقدان الإحساس يؤثر إلى أن الإنسان ممكن يصاب في تقرح، والتقرح هذا يتعمق ويؤدي إلى مشاكل ثانية ممكن لا سمح الله تؤدي إلى البتة. فإحنا الأبحاث هذه جت على عدة مراحل. أول مرحلة كيف أن إحنا نعرف أن المريض هذا قاعد يتبع التعليمات هذه، لما نضع الجهاز الواقي للجرح، لأن مثل ما ذكرت أن المريض يفقد الإحساس، لما يفقد الإحساس يدوس على جرحه وهو مداري أنه قاعد يخرب الجرح. فإذا وضع في آلة معينة أو في جهاز معين نبي نعرف إذا المريض مشى في الحذاء هذا أو لا، فيكون يعني يلبس أجهزة أو يلبس مثل التيشيرت والفنيلة العادية، والفنيلة هذه تكون فيها جهاز حساس يعلمنا شنو حركة المريض هذا. وبناء على هذا تقسمت المرضى لمجموعات معينة، وعرفنا أن المرضى اللي يتبعون التعليمات ويلبسون الأحذية الخاصة للوقاية من الضغط على الجرح يلتأمون أسرع. نعم. أيضا بعد فترة من الزمن وضعنا بعض الأجهزة المحفزة لالتئام الجرح، أجهزة عبارة عن تعطي ذبذبات كهربائية موضعية للجرح نفسه، ها، وكيف أن احنا نطيبه بسرعة. هذه أحد الأبحاث. البحث الثالث هو عبارة عن جهاز كمبيوتر يضعه المريض على ساقيه، خاصة المرضى اللي قاعدين ما يتحركون مثل الناس الكبار في السن، وشيء دائما يصير عندهم مشاكل في فقد توازن في المفاصل، حتى مفاصل أيضاً. صحيح، كثير مفاصل الكعب والكاحل، مفاصل الركبة، وما يقدروا يتحركون، فخاصة يخافون يصير عندهم عدم توازن أيضا.
فالجهاز الكمبيوتر هذا يعطي نوع من اللعبة أن المريض عن طريق تحريك رجوله وهو قاعد في وضع جلوس عادي يقدر أنه يرجع توازنه مرة ثانية، يحرك الدورة الدموية. نعم، يحرك الدورة الدموية وينشط الأعصاب وشيء هذا. دكتور، يعني كثير منا صراحة وإحنا بشر أكيد نخاف من هذا المرض صراحة، اللي أصبح اليوم مرض العصر وأصبح الكثير يشتكي منه، ونقول الله يشافي كل مريض ومصاب بهذا المرض. لكن كم نسبة المعرضون للإصابة أو إصابات تقرحات القدم دكتور؟ زين، الحين مو كل مرضى السكر يصير عندهم مشاكل. زين، 70% من مرضى السكر معرضون للإصابة لفقدان الإحساس. من هاي 70% تقريبا 50% منهم يصير عندهم مشاكل في القدم إذا ما التزموا بالتوصيات الطبيب. أهم شيء هو المريض لازم يكون عنده فحص دوري، الفحص الدوري للقدم للتأكد لعدم فقدان الإحساس. كل كم وقت دكتور؟ عفوا، عادة يكون بعد 15 سنة من النوع الأول، أو المريض اللي صاب في مرض السكري النوع الأول، وبعد 10 سنوات من الإصابة من مرض النوع الثاني من السكري لازم يكون لهم فحص سنويا. شنو النوع الأول والنوع الثاني؟ عادة يكون إن اللي يصاب المريض هو في صغر في السن، بعد 15 سنة من الإصابة وهو صغير في السن يحتاج أنه يفحص سنويا. بعد 10 سنوات المريض الكبير في السن يجيه مرض السكري وهو كبير في السن، لازم يجي عندنا يفحص بعد 10 سنوات من الإصابة أو قبلها ما في مشكلة. لكن شنو اللي لازم يسوي؟ لازم يسوي بعد 10 سنوات، لأن هني ممكن تظهر الآثار الجانبية على القدم. يعني دكتور، اليوم في اختراعات كثيرة تساعد مو بس مرضى السكري ولكن أيضا حتى كبار السن للتعايش مع هذا المرض. صحيح. فتقول لنا شلون أنت كمريض، يعني كدكتور، تعلم المريض أنه يتعايش مع هذا المرض وبنفس الوقت يكون حريص جدا على أنه يعني يتفقد بالذات الإصابات. نعم. في قدمه. صحيح. طبعا الوقاية خير علاج، أهم شيء التحكم في السكري. كل ما يعني تابع المريض نسبة السكر في الدم كل ما كانت يعني مقربة للمعدلات الطبيعية كل ما كانت أفضل. تفضل دكتور، يكون عنده جهاز خاص في البيت يفحص السكري؟ في أجهزة خاصة، في أجهزة يعني. الآن في مؤسسة حمد تكون متوفرة، عبارة عن جهاز يوضع في اليد وما يحتاج إنه يضغط على صبعه ويجرح صبعه عدة مرات، فيمرره على طول على كتفه كذا ويطلع نسبة السكر اللي موجودة في الدم. النقطة الثانية هي متابعة الطبيب السكري وأخذ الأدوية في انتظام. والنقطة اللي أهم من هذا كله هو الرياضة، الرياضة دائما المريض يحتاج يسويها. إذا المريض ما عنده أي إصابات يحتاج أنه يعمل رياضة من نص ساعة إلى 45 دقيقة مشي بسيط خفيف يومي في حذاء مناسب مريح على أساس يمتص صدمات المشي. النقطة الثانية، المريض لازم يعني إذا شوفه، لأن للأسف السكري يأثر حتى على النظر، إذا شوف ماله يعني زين يحتاج إنه يفحص رجوله بصفة يومية. يعني ما فينا، ما احنا متعودين إن احنا نطالع رجولنا نحسها، لكن إذا المريض لا سمح الله فقد الإحساس يحتاج إنه يعني يستعمل شيء ثاني، أحد من أهله يفحصونه. الشيء الثالث أو الآخر هو دائما يحتاج إنه يلبس أحذية مريحة واسعة، جرابات تكون قطنية، يخلي ما بين الأصابع يكون ناشف، يدهن باقي القدم، هذه النوع من الوقاية. في أجهزة متقدمة جاية بالطريق، أوكي، حتى يعني بتكون عبارة عن ألياف هذه تكون موجودة في الشرابات الخاصة حق مرضى السكر. هذه الألياف تعطي الرسائل للمعلومات للمريض اللي فقد الرسائل هذه اللي تعطيه الدماغ. نعم دكتور، أكيد الحديث معك ذو شجون وما زال عندنا أسئلة كثيرة، لكن راح نطلع برا إطار الاستديو مع زميلنا عبد الرحمن العمادي من مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات ونشوف ايش عنده، ومن ثم نعاود أكيد الحديث معك. عبد الرحمن، صبحك الله بالخير، قل لنا وين مكانك وش عندك اليوم. صبحك الله بالنور زميلي خليفة، وأيضا أصبح الزملاء في الاستوديو والسادة المشاهدين. طبعا متواجد حاليا في مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات للحديث عن استعداداتهم لبدء العام الدراسي الجديد، وللحديث أكثر تنضم معنا الأخت ناهد الباكر مع منسقة مسار أدبي. صبحك الله بالخير، بس يا ريت لو تكلمينا عن استعداداتكم أو تجهيزاتكم لبداية هذا العام الدراسي. استقبلت موزة بنت محمد الابتدائية
ابتدائي لبنات طالباتها في اول يوم دراسي بتنظيم فعاليات ممتعه ومشوقه لهم لكسر حاجز الخوف على الطالبات، خاصه الطالبات الصف الاول الابتدائي، بتنظيم فعاليات في اركان متنوعه مثل اركان الالعاب الرياضيه ولكن التلوين والاطعمه الصحيه. واستمتعوا الطالبات في هذا اليوم باستمتاع مبهر جدا وازال الخوف من قلوبهم، خاصه طالبات المرحله الابتدائي اول ابتدائي. يعطيك العافية. وللحديث عن يعني فعلا مشاهدينا الفعاليات للطالبات جدا ممتعة، وللحديث عن توزيع الكتب والصفوف تنضم معنا الأخت جازة العذبة معلمة الدعم. صبحك الله بالخير، يا ريت لو تكلمينا عن تجهيزاتكم من ناحية الصفوف والكتب وغيرها من هذه الأشياء. الحمد لله قمنا بتجهيز أعداد البيئة الصفية للطالبات، وايضا قمنا بتوزيع الكتب على الطالبات وتجهيز صفوفهم واركان الصف وتوزيع الكتب عليهم اليوم. طيب شلون كانت الفعاليات، يعني شلون كان تفاعل الطالبات، يعني بما ان ابتدائيه واكيد ان طالبات الصف الاول يكونون متخوفين في اول يوم دراسي، فشلون كان تفاعلهم؟ الحمد لله استمتعوا البنات عندما قمنا بتجهيز العاب رياضيه مشوقه لهم وتجهيز حفله لاستقبالهم، فكسر حاجز الخوف عندهم والحمد لله كانوا مستمتعين وما كانوا خايفين. وشنو الجدول بعد هذه الفعاليات؟ شنو راح يكون الجدول الطالبات في اول يوم دراسه؟ تجهيز اركان الصف لهم، تلوين، لعب بالمعجون، وتسليم باقي الكتب للطالبات ثم الانصراف للبيت. وبالنسبة لجدول الأسبوع شلون راح يكون؟ راح تبلشون بالدراسة أو راح تبلشون بالفعاليات وبعدها راح تبلشون بالدراسة؟ لا إن شاء الله بنبتدي التهيئة للطالبات والدراسة. يعطيك العافية جازة العذبة معلمة الدعم. طبعا مشاهدينا مثل ما شفنا انهم مستعدين لهذا اليوم الدراسي الاول والعام الدراسي الجديد، وتحفيز الطلاب او الطالبات للدراسه من ناحيه الفعاليات ومن ناحيه تحبيبهم في الدراسه. وهذا كل ما لدينا من مدرسه موزه بنت محمد الابتدائيه للبنات. عوده الى الزملاء في الاستديو. شكرا. يعطيك ألف عافية عبد الرحمن وشكرا لك، ودائما نشكر زملائنا اللي قاعد يتواجدون في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان. والحين نرجع للاستديو ونرجع إلى فقراتنا المتنوعة، وفقرتنا الحين فقرة تخدم البنات وتهتم للبنات، حيث نقدر نقول فعلا الفتيات يهتمون بشكل كبير في متابعة الموضة وصيحات الميك اب الرائجة، وذلك طبعا ساعد في انتشار وظهور الكثير والعديد من المدونات وخبيرات التجميل، خاصة واحنا نقول ان عناية المرأة بجمالها ياخذ حيز جدا كبير من تفكيرها ووقتها. وطبعا لا شك ان الطرق الطبيعية هي الافضل دائما بالعناية بالجمال. راح يكون اليوم معنا خبيرة التجميل القطرية مريم السعدة. حياك الله يا مريم. الله يحييك، هلا مرحبا. سعيدين بتواجدك يا مريم، وقاعدين نقول حق مشاهدينا يمكن الحين هالفقرة مخصصة بشكل كبير للبنات اللي يبون يعرفون عن الميك اب، يبون يعرفون عن طرق استخدام الميك اب، عن طرق العناية، كل هذه الأسئلة بتجاوبها المفروض اليوم مريم. إن شاء الله راح أجاوب على أي سؤال يمكن. إن شاء الله. مريم يمكن أنا أعرفك من زمان، عرفتك يمكن بالأعمال الفنية اللي أنت قاعدة تقدمينها، أنت بديتي كخبيرة تجميل بس أخذتي بريك بسيط وكملتي بالأعمال الفنية الرسومات، شاركتي في معارض كثيرة بالجداريات اللي احنا شفناها. نتكلم عن بداياتك وكيف وفقتي بين الميك اب وبين الأعمال الفنية. أول شيء الرسم، طبعاً احنا من واحنا صغار نرسم، فأنا كانوا في المدرسة دائماً في المدرسة أنه يقولون لي لا مريم رسمك حلو وذي استمري، فكان في تشجيع، بس المجتمع كان رافض ان الفنانه تظهر يعني بصوره فنانه تشكيليه. الفنانه ولا الميك اب ارتست؟ الفنانه. الفنانه. فانا شوي يمكن خليت الرسم فظهرت كخبيره تجميل. طبعا بعد كخبيره تجميل بعد المجتمع كان رافض في الفتره اللي انا ظهرت فيها. زين، فكنت اشتغل. انت من اي سنه؟ والله تقريبا من 15 سنه. فكنت اشتغل في صالون، ما كنت اقول لهم اسمي امراكان. فغرافه يعني تقريبا كان كله لا، واحاول ما اتكلم مع الكلاينتس اللي عندي. بس شو اسمك امراكان، واسكت وامكج، فعشان كذي يمكن ما ظهرت مريم السادة، ما نعرفك. يمكن من 7 سنوات اللي ظهرت باسمي وظهرت في الميديا كفنانه تشكيليه وكميك اب ارتست. حلو.
الحين بعد هذه السنوات كلها كفنانة تشكيلية وميك اب ارتست، انت وين تشوفين نفسك اكثر؟ اكيد في الاثنين، لان انت بديتي من الطفوله في الرسم. أيوة. وين تشوفين نفسك اكثر؟ الاكثر احس هم الاثنين مجالين يعني حلوين وقريبين ومترابطين مع بعض. أيوة. صح؟ لكن انا احب المكياج اكثر، الميك اب اكثر. ايوه طبعا. انت اختك هيفاء ساده، يعني العائله كلها تقريبا في مجال. هيفاء بعد ميك اب ورسم ولا رسم تحديدا؟ هيفاء كانت تميكيج بعد بطلت، وحين بس وبعد اختكم الصغيره نفس الشيء رسم صح؟ اختي الصغيره مدرسه التربيه الفنيه رقيه بعد صادة. كل العائله كلها تقريبا رسم. حلو. احنا قلنا حق مشاهدينا مريم بنتكلم عن العنايه عن الميك اب، دائما في اساسيات لابد ان يتم اتباعها قبل ما ان احنا نحط الميك اب، نهيئ البشره. طبعا يمكن الاغلبيه الحين يعرف، حتى البنت اللي عمرها 18 سنه صارت تعرف تحط ميك اب، يعني ما شاء الله خيالي. كون ان في مواقع التواصل، اليوتيوب، الطرق اللي قاعد نشوفها، الدورات اللي قاعد تكون موجوده عندنا، بدايه حق اللي صغار اللي حابين يتعلمون، كون انت بعد سويتي مجموعه من الدورات تعلمين الطلاب المشاركين معك الاساسيات من البدايه، فما هي الاساسيات وما هي الاجراءات اللي لابد اتباعها لتهيئه البشره قبل وضع الميك اب؟ اهم شيء نحافظ على البشره. نعم. يعني عندي انا مناسبه، اول شيء اسوي تقشير مش قبل المناسبه بيوم، يعني اجي انا اميكج اشوف البنت قشور فيها. ايه. بشرتها ناشفه، لا، التقشير سويه قبلها بيومين على الاقل. وعقب كريمات ترطيب دائما في الليل، لان البشره تتغذى اكثر شيء في الليل. في الليل وقبل الميك اب بعد؟ وقبل الميك اب اكيد لازم ترطيب. والمرطب اللي نستخدمه قبل الميك اب لازم يكون يعني تتشربه البشره. افضل ان المرطبات تكون يعني خاصه بالمكياج. البراندات اللي حق المكياج يعني خاصه. لان في بعض المرطبات تكون فيها الاس بي اف عالي اللي هو ضد الشمس، فيعطي ريفلكت حق يعني يخلي فاونديشن جراي شويه او يخلي دهني زياده. فبس اعتقد ترطيب والغسول جدا مهم، التونر هاي أكيد. لازم يكون شيء ثابت حق البنات. أيوة. لازم يستخدمون تنظيف البشره من الشعر، تشقير هاي، لان لو شنو حطيتي ميك اب والبشره تعبانه احس ما راح يفيد. لازم الشفايف يكون بعد الشفايف، لا يعني انا انصدم من البنات، لا حطي لي مات الروج. زين شفتك قشور، انت قبلها بليله حطي فازلين او حطي مرطب على شفايف زيت اللوز، وثاني يوم الصبح بالفرشه ماي الحار، راح احط الفرشه تحت الماي الحار، وعقب حاولت سكراب حق شفايفك في يوم المناسبه. حلو. تحطين الروج يكون يبين حلو. هاي بالنسبه حق الميك اب، هاي بالنسبه حق الاساسيات. ورش كثيره قدمتيها ودورات كثيره قدمتيها. نعم. للبنات. في كل مره تشوفين كيف اقبال البنات على الدورات اللي انت تقدمينها؟ طبعا الدورات اللي انا اعطيها في كذا مستوى، في مستوى المبتدئات يجوني بنات تقريبا في اعدادي في ثانوي، يحطون الميك اب حق سهرات، حق نفسهم، حق اذا عندهم اعراس وايد. يعني مرات لما انا امكيج البنات في يعني في اوكيجنز كذي، تجينا الام عندها 4 5 بنات فتكلف على روحها. صح. فالافضل انا اعطيها نصيحه، خالتي خذي رقمي، انا عندي دوره جايه كذا، خلي بنت من البنات تحضر عندي. علشان يعتمدون على نفسهم. فعلا يعني انا البنات اللي يوني في الدوره تقريبا هم اللي انا مكيجهم، يعني يعرفون اسلوبي، مكياجي البسيط الناعم يبرز الجمال، وعندي اساسيات، يعني عندي تبس معينه يمكن خاصه فيني. هذه الاساسيات اكيد راح نتكلم عنها في حلقتنا لهذا اليوم، ولا بد ان نميز ونفرق بين مكياج السهره والمكياج الصباحي ومكياج حتى الدوامات. شيخه قاعد نتكلم عن المكياج، ها عجبك الموضوع؟ عجبني الموضوع. يا هلا فيك مريم. هلا فيك مريم. بما انك خبيره تجميل اكيد راح اسالك، يعني في يمكن كثير من يعني البنات بالذات لما يشوفون فرش تروح تشتري، فتجمع عندها مجموعه كبيره من الفرش. الفرش مهم جدا ان احنا نحافظ على نظافتها، فتكلمينا عن اهميه الحفاظ على نظافه الفرشه وشلون انظفها. الفرش انا بالنسبه لي كميك اب ارتست، او اتكلم عن الفرش يعني حق الشخص العادي، البنت العاديه. هي قصدها، لا قصدها كبنت عاديه كاستعمالات يوميه، يعني انا عندي مثلا هذه الفرش والمجموعه شلون احافظ عليها؟ الاستخدام اليومي احس الفرش لازم يكون في مكان في تهويه، يعني الكبت اذا تحطين في كبت الفرش في كوب ونسكر على الكبت هذه، بس نخليه شوي في تهويه. لكن غلط ان اخلي مثلا الفرش في كوب على التسريحه، انه غبار ممكن يجي على الفرش. ما اعرف، احس الفرش بعد غلط انه تكون في الدرج. لازم في مكان في تهويه، بس انه تهويه بسيطه. مو بس كذي، حتى في احيانا الحين اشياء جديده قاعده نشوفها تكون معقمه ومطهره، تقدرين انك تستخدمينها بشكل مستمر. ايوه بس انه لازم انها تكون غير كحول، يعني في براندات فيها كحول انا استبعدها، ما انظف فيها الفرش.
من غير كحول، او انه تستخدمين شامبو الاطفال هاي كغسيل بشكل مستمر. احنا دامنا قاعد نتكلم عن التعقيم راح نرجع لكم مره ثانيه، بس نرجع حق دكتورنا دكتور طلال. في اخطاء كثيره شائعه في التعامل مع مرضى سكري وخاصه بالذات لتقرحات القدم. تكلمنا اليوم في طب اعشاب ما شاء الله، وفي اللي هو الطب البديل، حتى انتم كدكاتره تستخدمون بعض هذه الاعشاب المفيده ولكن تحت اشرافكم. خلينا نضيف انا ام جاسم ايضا، يعني يا ريت وفي نفس الاطار حتى ما نطلع من هذا السؤال. دكتور لاحظنا ايضا ويمكن لاحظت اختي شيخه وايضا مشاهدينا الكرام، كثير من المراهم اللي سوق لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتحدث في التصوير او في التسجيل يقول لك انا جربته وانصحكم وادعوا لي وكذا، فيتجه له هذه المراهم مثلا. هل هذه المراهم ايضا موجوده عندكم في مؤسسه حمد الطبيه وتصرفونها لجروح القدم او مصابين السكري بشكل عام؟ هذا السؤال مهم وانا سعيد انك انت يعني اثرته، لان هذه السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي غير مراقبه، فكل شخص طلع ممكن انه يقول كلام او يذيع اخبار قد لا تكون صحيحه، لان الاساس مالها خطا، التشخيص الاساسي مال المشكله كان خاطئ، فممكن انه استخدم الدواء ونجح فيه لان اصلا التشخيص ماله ما هو قرقرينه مثل ما يسوق عليه، او انه مو جرح مريض السكر، ممكن انه يكون جرح بسيط وتعالج وشفى. معظم الكريمات والادويه هذه اللي تستخدم لها اثار جانبيه، بعضها فيها ماده الكورتيزون، بعضها فيها ماده مضره للجرح مريض السكر لانها تزيل انسجه، يعني معموله حق مثلا يسمونها سرايسس او الصدفيه، فانها تزيل الجلد الناشف. هذه الماده تحرق الجرح اذا وضعت على الجرح فتضره. المضاد الحيوي اللي سوق انه يعالج القرقرينه، لا يوجد علاج مضاد حيوي لعلاج قرقرينه ناقص الدم، اذا القرقرينه معناها انقطاع الدم عن العضو هذا لازم يوصل الدم له. والتسويق اللي هم عارضينه الشخص ما عنده اي قرقرينه. بالنسبه للاعشاب، الاعشاب كثيره ولها فوائد، فوائدها صحيحه. من ضمنها حتى العسل او المر او الخول جوا، اشياء كثيره هذه تستخدم، لكن ما يصير تستخدمها المريض من غير استشاره الطبيب، لان في بعضها لها عمق، وهذه اذا وضعت مثل وتضع عليها العسل، العسل هذا يعمل طبقه عازله، فبدل ما يعني ينشف الجرح يسكر على البكتيريا فيخليها تنمو بكثره، فممكن تنجح مع جرح معين وممكن انها تقتل الرجل الثانيه. نعم. فلازم تكون تحت اشراف طبيب. واحنا نستخدم الاعشاب دائما عندنا في العياده، بس لحالات خاصه وفي مراحل معينه. نعم. عمر الجرح ما يكون من اول ما يصير لين يلتئم يكون يحتاج دواء واحد، ادويه كثيره وكل دواء له مرحله معينه وما يعرفها الا الطبيب المتخصص بهذا الشيء، فما يصير المريض انه بس يروح للصيدليه وياخذ دواء ويروح يعالجه بوحده. نعم. لانه ممكن يضر. نعم جاسم، يعني صراحه ايضا عندي سؤال اذا بتسمحي لي. لا تفضل. ايضا سؤال يعني مهم جدا ويمكن مشاهدنا الكريم يتساءل عنه بكثره، ويمكن ايضا ام جاسم تتفق معي في هذا الراي. يعني مريض السكري لما يخبره الدكتور بقطع جزء مثلا صبع او جزء من اعضائه مثلا، صحيح، يتشائم وتنتكس حالته ويمكن حتى يوصل لا سمح الله الى حد الوفاه من هذا التفكير. لما نتكلم عن هذه النقطه دكتور، البتر للاسف موجود، والبتر الاحصائيات هذه عالميه، والاحصائيات الان العالميه اللي طلعوها الدول الاوروبيه وامريكيه، وهذا مو بس الدول الخليجيه او الدول العربيه بشكل عام، في شكل عام وصلت الى كل 17 ثانيه في حاله بتر بسبب السكري. لا حول ولا قوه، مكان ما في العالم. فالبتر حقيقي وواقع، ومعظم الحالات هذه اذا مو كلها تكون بسبب تاخير المريض انه يوصل عند الطبيب المعالج المتخصص بالشيء هذا. احنا يعني باستطاعتنا ان نمنع البتر منع باتا حتى عندنا هنا، لكن لازم يجي المريض باول مرحله، لازم يجي المريض يتابع من البدايه. اول مرحله متى دكتور؟ اول ما يحس في شيء قريب في رجله. لا هو ما يحس، يكون في ناس عندنا يراقبوني. متى يكون الزمن يعني طافه او الوقت طافه؟ في اي فتره زمنيه؟ خليني انا اعطيك بس مثال. زين، المريض اذا فقد الاحساس في رجله وما يلبس الاحذيه الخاصه حق مريض السكري
ممكن يعرض نفسه إن إصابة بالقرقرينة خلال نص ساعة إذا يلبس حذاء ضيق، لأن خلال نص ساعة أنت ممكن تقطع الحساء الدم عن العضو هذا، خاصة الصبع الصغير معرض، لأنه يلبس في 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 حذاء ضيق أو شيء بيلبس حق العيد أو حق عرس أو شيء من هالقبيل، ويلبسه وما يدري عنه، ومن بعد فترة يجي يلقى فيه إصابة، الإصابة قد تكون إنها يعني أثرت لفترة طويلة من الزمن ما نقدر نرجع الدم له، لكن لازم نفحص الدورة الدموية مالة القدم. لازم تأكد من سلامتها قبل لا يعمل أي نوع من عمليات البتر أو إزالة الجزء هذا. لازم يكون هو فريق طبي اللي يعالج مرض السكري ومرض التقرح القدم السكرية. ولازم يكون المريض يعني مثل ما ذكرت لك يجي متابعة دورية. ولما يعطى يقول له المريض خلاص أنت يا أستاذ عندك المشكلة هذه وعندك فقدان الإحساس لازم تلبس الحذاء هذا، لازم يتقيد فيها، والحذاء هذا وتوفره مؤسسة حمل الطبية ودولة قطر مجانا. نعم. وبعدين من يعني مخصصاته حيل عالية جدا وموثق عالميا ودوليا حق مرض السكري. نعم. فليش احنا يعني تعتقد الدولة بتعطيك اياه مجانا وتخصص أكيد. أجهزة أيضا للسكر وتخصص أجهزة أكيد. أيضا للسكر ولإعطاء الجرعات أوتوماتيكية يعني كلها متوفرة الحمد لله لم تغسر الدولة لأنها تفيد وتمنع المشكلة منها تفاقم. يعني علاج مريض السكر مع قرح إذا هو تقدم يوصل أكثر من 1,000,000 ريال بس. ليش؟ لأن الأدوية مالته حيل باهظة الثمن حتى أنك تعالجها. صحيح. فكيف نمنع هذا الشيء؟ إذا تابعت أنت شيء ما تبي تفقد صبعك زين البس الحذاء المناسب. إذا عندك أي سؤال أو أي جرح بسيط لا تتأخر، لا تتأخر. تعال. صحيح. وعيادتنا مثل ما ذكرت عيادة كأنها طواري لقدم السكرية اللي عندهم. بس ذكر المشاهدين وين مكان العيادة بالذات بالضبط؟ يعني يمكن كثير الناس يظنون هن في عيادات الخارجية اللي في مؤسسة. وتعطينا بعض النصائح دكتور قبل ختام لقائنا معك. حاضر حاضر. العيادة الآن موجودة في مدينة حمد الطبية، موجودة في مستشفى الرعاية الصحية الأولية جنب مركز قطر لإعادة التأهيل ومستشفى النساء والولادة الجديدين زين في الدور الأرضي احنا، ونستقبل المرضى يعني بصفة يومية صباحا من الساعة 7 الصبح إلى الساعة 3 المساء، وعندنا عيادات مسائية 3 أيام في الأسبوع من الساعة 5 للساعة 8 المساء، أيضا نستقبل الحالات اللي عندهم مشاكل أو جروح أو شيء من القبيل. إذا المريض نفحصه أولا ونشوف إذا عنده مشكلة يبي ينشاف بنفس اليوم أو نعطيه موعد أو نقول له ينتظر. يعني ممكن أي أحد يراجعكم يعني بدون موعد. بدون موعد. نعم. اللي عنده مشكلة زين لازم يعني المرضى يعرفون هذا الشيء وفيها راح يكون في وقت الانتظار. نعم. النصيحة المهمة المريض لا يعني ياخذ برأي الآخرين ولا يخاف، إذا عنده مشكلة لا يخاف يجي على طول وإن شاء الله نقدر نساعده. يعني نسبة البتر قلت بالعالم كلها حتى عندنا هنا في قطر كثير الحمد لله، لكن للأسف ما زال في حالات تجي بسبب تأخير أو إهمال المريض. نعم. الدكتور طلال العنزي استشاري ورئيس أمراض القدم في مؤسسة حمد الطبية، شكرا جزيلا لك ولقبولك الدعوة وحضورك برنامج في الضحى وأعطائك كثير من المعلومات لمشاهدنا الكريم. شكرا لك. شكرا, شكرا جزيلا لك. شكرا, 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 شكرا. طبعا راح ننتقل احنا خليفة حق خبيرة تجميل أختي مريم، سألتك من شوي عن الفرش، اليوم أنت قاعد تعطين دورات حق طالبات بالذات نقول طالبات الجامعة وطالبات اللي في مراحل أصغر، إيش تنصحين البنات اللي هم في سن صغيرة بالذات المراهقات يمكن يستخدمون كميات كبيرة من المكياج وبالذات الأساس؟ هل يسمونها أوفر جاسم؟ يسمونها أوفر؟ أنا ما أعرف صراحة المكياج. هل تنصحين منهم يستخدمون كريم الأساس العادي اللي هم يستخدمونه فوق سن 25 أو تفضلين البيبي كريم والسيسي كريم حق الطالب يعني حق السن الأعمار الصغيرة؟ أكيد الأعمار الصغيرة ممكن تستخدم مرطب وكومباكت بودر خفيف أو البيبي كريم. يعني البيبي كريم تغذيتها حلوة وفيه يعني أشياء حتى اللوس بودر نقدر نستخدمه، هو مو بس حق الطالبات والطالبات في الجامعة أو هاي، هو حق كل الأعمار وحق كل الفئات العمرية باستطاعتهم أن يخلون الميك اب، ولكن يختارون المكياج المناسب بالتأكيد لهم واللي يناسب بشرتهم علشان ما يأثر في المستقبل. يعني احنا في منتجات كثيرة قاعد نستخدمها ننصح ان البنات ما يستخدمونها بشكل يومي الا لو كان مثلا عندها محتاجة انه في الكفر من غير ما نذكر يعني البراندات يعني تسبب مشاكل وايد كبيرة للبشرة لان هم ما ينظفون بشرتهم. يعني في الليل لازم تنظفين بشرتك صغيرة كبيرة، يعني عمرهم صغير اوريدي البشرة اصلا الهرمونات تتغير وكذي، البشرة أردي فيها حرار، فأنتي المفروض تنظفين في الليل. يعني أنا بنتي في إعدادي
دائما اقول لها ماما استخدمي سكراب، سكراب كل يومين ثلاث ايام، السكراب اليومي في الليل لازم تنظفين بشرتك. هم لا يلهون في المناسبه وذي يجون ينامون بالمكياج، وهاي اكبر غلط. هذا جدا شيء كبير غلط، ولازم يكون هناك دور الاهل طبعا، وما ننصح باستخدام الميك اب للاعمار صغيره طبعا، لاعمار معينه يبتدون يستخدمون، حتى في تدرج في الميك اب لازم يكون المكياج مناسب لعمرهم، للمكان اللي رايحين له، للبيئه اللي موجودين فيها بالتاكيد. واللي سمعته مريم بشكل كبير من المشاركين في دوراتك ان مريم الساده تعتمد على اللمسات اللي في اعمالها الفنيه، حتى في حركه الفرشه في الميك اب نفسها تكون موجوده. هو انا الدمج عندي، يعني انا ما ادري لما اماكج البنات او ادربهم يقولون مريم انت مسكتك في الفرشه مثل مسكتك للفرشه حق التلوين الرسم. نعم. ايوه، لان الرسم فيه دمج، فانا الدمج عندي جدا مهم، يعني حتى الكحل احب ادمجه، ما احب الكحل يكون يعني وايد بارز الا يعني بعض المرات. شنو اكثر الرسمات اللي انت قريبه منك واللي تحبينها، او نوع الفن اللي انت الخرطه اللي ماشيه عليه واللاين اللي انت ماشيه عليه؟ انا بديت في الفن تقريبا كنت ارسم معماري، ارسم مسايد اكثر شيء، تاثرت لان ابوي الله يرحمه كان امام مسجد، فوايد كنت احب ارسم مسايد المباني. عقب البيبان كان عندي اول معرض شخصي، معرض كنت رسمت فيه البيبان، حكايه باب اسمه المعرض. وبس عقب مع الميك اب وذي قمت ارسم شخصيات البنات، بس ما عرفتها تو بي اونست، لان احس انه ستيل ان انا الحين لين الحين يعني ارسم تقريبا مش بروفيشنال، بس تعبيري، الفن التعبيري. الفن التعبيري، انا قاعده تشوف في لوحه. هذه اللوحه رسمتها حنين، طبعا نظرتي انا لها هاي انا يعني الحين هاي انت تقريبا نفس العيون من سنتين تقريبا 2016، بس ما شاء الله من فتره كبيره. مريم حبيبتي اول شيء يعطيك العافيه، ثانكيو على الرسمه الوايد حلوه. هاي رسمه تعبيريه، يعني انت تشوفين الملامح ولكن تشتغلين بالخيال بشكل اكبر. ما شاء الله من سنتين رسمتها وللحين محافظه على اكيد هذه الجوده، حاطه كوت عليها وان شاء الله تتم نفس الالوان اللي تستخدمينها، الاجراءات اللي تتبعينها للمحافظه على اعمالك الفنيه كيف؟ اول شيء الالوان الاكريليك ما ادمجها بماي وايد، يعني اخلي اللون ثيك اول شيء، وبس عقب نحط لما اللوحه تنشف نحط عليها نفس الورنيش. اول شيء شكرا على الهديه، الله يسلمك، وايد حبيتها، حبيت يعني خليتي يوم الحين وايد حلو، يعطيك العافيه. وفعلا الالوان وتداخلها والرسم شيء ابداعي. في اي حد اذا حاب انه يطلب رسمه باستطاعتك انك ترسمينه ولا؟ والله يطلبون مني، انا هالفتره ادرس واماكج الرسم، لا طلبات ما اعتقد، ما اعتقد لا. بس اكثر شيء توجهك على الميك اب حاليا بهالفتره؟ اي نعم. وان شاء الله في ورشه قادمه راح تكون؟ في ورشه ميك اب راح تكون شهر 10. شهر 10، عن ايش بالضبط راح تكون الورشه؟ راح يكون تو سيشن، حق مستوى الوسط وحق المستوى الاحترافي، طبعا في الاحترافي حق الناس اللي تبي تشتغل في الميك اب او اللي تحب تحط حق نفسها الميك اب الثقيل حق سهرات. ندعو طبعا الكل انه يشارك في هذه الورشه، ويعطيك العافيه على الجهود اللي قاعده تقدمينها، وحلو ان ندمج الفن والابداع بشتى المجالات من البدايه. قاعده اقول يمكن نشوف خبيرات تجميل كثير، ويمكن نشوف اعلاميين كثار، ويمكن نشوف في كل المجالات شخصيات كثيره، ولكن الاساس هو الابداع علشان الواحد يقدر يتميز. وايد شكرا على الرسمه، ويعطيك الف عافيه مريم، وشكرا لتواجدك معنا في حلقتنا لهذا اليوم. ومشاهدينا اتمنى استمتعتوا معنا، للحين مستمرين معكم في فيض ضحى، ولكن بعد الفاصل. عدنا لكم مجددا مشاهدين ومشاهدين برنامج في الضحى. مثل ما قلنا لكم اليوم فقراتنا متنوعة وعديدة، عندنا اليوم ضيفة فقرة الطبخ، تعلمت الطبخ على يد أمها وطورته عن طريق الدورات وكتب الطبخ، وشاركت في العديد من المعارض، وتعاقدت مع العديد أيضا من المراكز والمنظمات مثل مركز التدريب الوظيفي وقطر الخيرية، عشان بس توفر وجبات إفطار الصائم لثلاث سنوات على التوالي، وجهزت كذلك وجبات اليوم الوطني والرياضي وغيرها كثير من البوفيهات وأنشطة المداس. عشان نتكلم أكثر حول هذا الموضوع يسعدنا اليوم نحن نستضيف الشيف سعاد إبراهيم جوهر. ونصبح عليك بالخير سعاد. هلا حبيبتي، صباح النور سعاد، حياك الله معنا في استضيف الضحى. وأنا يمكن دائما الرجال يسألون شو بناكل اليوم، شو بتطبخين اليوم؟
اليوم ان شاء الله دايركت اليوم ان شاء الله راح نسوي الباستا. طبعا الباستا هاي اكله سهله بس تتنوع يعني طريقه تحضيرها. اكيد راح اليوم نسوي احنا الباستا بالميكس صوص اللي هي بالدجاج. والله تلعب وزن يا سعاد بالمسميات صراحه معكرونة. يعني الاجنبيه معكرونه بس احنا عندنا في البيت مثلا ممكن ان احنا نسميها معكرونه مشبوسه اللي هي نفس طريقه المشبوس. يقولون مكرونه حمراء ومكرونه صفراء ومكرونه بيضاء لان عندنا الحين اليهال ما يحبون الطماط فممكن ان احنا نسوي لهم معكرونه البيضة. فعشان شي يسمونها معكرونه بيضة او باستا وايت صوص يعني. انزين والطبق الثاني قلت لي الطبق الثاني ان شاء الله راح نسوي لهم علي طبعا محبوب حق الجميع وسهل وما ياخذ. نقوم نروح المطبخ ان شاء الله راح نطبخ على طول خليفة الحقنا. روحوا انا اكيد بعد انا بتقهوى وجايكم المطبخ ان شاء الله. عاد حياك الله بالتاكيد معانا وراح نشوف شنو راح تطبخينا بعدين. قلتي لنا ام علي وباستا تمام. مشاهدينا بما قاعد يجهزون لنا الاطباق هذه واكيد راح يعطونا التفاصيل ويعطونا المقادير خلونا نتكلم. قاعد تشوفوني ماسك كتاب فبتكلم عن شيء متعلق ب الكتابة تحديدا لأن الكتابة نقدر نقول ما زالت حاضرة في زمن التكنولوجيا وصلنا نشوف اندماج الكتابة مع المنصات الرقمية بشتى الحروف والأفكار والجميل في ذلك يعني أن الكاتب أصبح أقرب من جمهوره وقراءه وصلنا إحنا نكون على معرفة الجديد لكاتبنا المفضل من خلال فولو. فأسهل طريقة طبعاً ما يتطلب سوى إن إحنا نتابع الكتابة هو نفس ما قلت لكم في البداية هذا الفولو. فراح يكون الحين راح نتحدث عن أحد الكتاب القطريين المبدعين والمتميزين اللي بدأ شغفه في الكتابة عبر المنصات الرقمية ثم أصدر أول رواية له بعنوان نفس ما تشوفون لقاء الغرباء. نرحب بضيفنا الروائي عمر المير. حياك الله سعيدين بتواجدك بالتأكيد معنا. أول شيء أهنيك وبارك لك بالتأكيد واللون الأسود جداً مميز. الأسود معروف ملكي. صحيح. الأسود لون ملكي يعني. يعطيك العافية على هذه الرواية تحديدا لقاء الغرباء. يمكن كثير من المشاهدين يبون يعرفون عمر شلون بدأ لأن في البداية قلت من خلال السوشيال ميديا وتحديدا تويتر. أنا في البداية كان عندي شغف الكتابة بشكل عام. تميت أكتب بيني وبين نفسي. وصلت لمرحلة معينة حسيت أن أنا محتاج فيدباك من الناس. محتاج ان احد يقول لي انت قاعد اللي قاعد تكتبه صح ولا خطا. فوالله كانت بمحض الصدفه يعني انا كان عندي حساب في تويتر وكنت نهائيا. بس انت في البدايه عمر كنت تكتب خواطر صحيح؟ اي خواطر. نعم. كانت مكتوبه كتابي بالقلم يعني بالقلم. نعم. اتجهت الى السوشيال ميديا في تويتر دورت لي هاشتاج معين مو مكتوب فيه شيء. اتخذ لي الهاشتاج وقعدت اكتب فيه. شنو الهاشتاج كان؟ كنت والله انا بقلم عمر لكن كانوا ماخذينه فاللي كان معي صديقي قال لي اكتب عمور. قلت له اللي يكون يعني اللي راح يمشي يعني. اهم شيء ان انا اوصل اللي انا عندي اياه. صح. فتميت اكتب فشفت في اقبال في ناس حلو واصل. في نقد عمر شوي ابتعد عن العامي خليك بالفصحى اكثر. فأنا كنت أسمع النقد وكنت أطور من نفسي أكثر كنت أقرأ أكثر لما شفت نفسي أن أنا كاتب تقريباً سنة كاملة في تويتر. تقرأ لمين بالضبط عمر؟ والله أنا أحب ما أحب أتقيد حق كاتب معين كاتب معين. في النهاية أنا أحب أشوف الأفكار حابة أشوف الأساليب المختلفة يعني حتى مو بس الكتاب العرب حتى في المدارس الأجنبية بعد أثرت فيني أنا كشخص لكن إذا بنتكلم عن كتاب العرب يعني في كتاب كبار مثل واسيني الأعرج عندنا بعد نجيب محفوظ عندنا أيضا حسان عبد القدوس هاي مدارس كبيرة في الأدب. نعم. العربي يعني. زين بالنسبة حق الكتاب المحليين اللي موجودين عندنا مين الأشخاص اللي أنت تشوفهم بدأ يعني تميزوا وأبدعوا وصار لهم خط ولاين خاص فيهم؟ والله الكتاب المحليين يمكن في البداية حسيت إنه في ضياع. يعني ما كنا نشوف كتاب محليين كثار لكن في الفترة الأخيرة لا ظهروا الكتاب المحليين بشكل أكبر خصوصا بعد ظهور دار نشر قطرية. نعم. اللي هي دار روزا للنشر لكن قبل ذلك يعني اللي كانوا متميزين مثلا الدكتور أحمد عبد الملك معروف اسم كبير في عالم الرواية القطرية. عندنا ككتاب شباب عندنا عبد الله فخر أيضا ما شاء الله وصل 7 إصدارات. نعم.
ففي كتاب قطريين يعني صراحه اتخذوا لاين خاص. اكيد راح نتكلم عن هذه الكتاب وعن دور النشر اللي انت ذكرتهم الموجوده عندنا وعن المعارض اللي شاركت فيها، بس انا بشوف هم شنو سووا بالضبط وشنو المقادير اللي حطوها، ومن بعدين راح نرجع نتكلم عن الاساسيات والمقادير المهمه للوصول الى هذه الروايه. فسعاد، حطيتي الحين المواد والمقادير؟ بلشنا في لوم علي، فبدينا نقطع الكرواسون. بلشتي في السويت قبل ال في السويت على اساس نحطه في الفرن يستوي على راحته لما نخلص الباستا. حلو. انزين سعاد، هني انت في حق ام علي تحتاجين مقادير معينه، فتشرحي لنا مقاديرك ايش كانت؟ الناس يعني عاده تتنوع وهي تسوي الام علي. ايوه. في ناس تسويها بالكرواسون، في ناس تسويها في البيف باستري مجرد ادخل الفرن وبعدها اكسره نفس الطريقه. ايوه. وفي ناس اسهل لهم بالخبز الرقاق والكورنفليكس. الكورنفليكس. أيوة. فانا اليوم لا اخذت الكرواسون لان انا احب اسويها بالكرواسون. الكرواسون طبعا ممكن اجهزه في البيت او اشتري من الجمعيه. لا اشتري من الجمعيه اسهل. اسهل. وبنحتاج الفستق، الفستق من المكسرات اللي بحطها، وفي ناس تحط الزبيب وتحط جوز الهند وتحط اللوز على حسب المكسرات اللي انت تبيها. سعاد ممكن يكون وممكن يكون ساده، الناس ما تحب تحط المكسرات، يعني قشطه وسكر وفستق وكريمه. زين خليني ام جاسم اسال اختي سعاد، يعني المفروض البنت الان في بيوتنا، ويمكن كثير من امهاتنا يحبون الطبخ ومتمسكين في الطبخ وما يبون يطلعون من المطبخ. ايوه. يعني شلون الام ممكن تعلم بنتها حتى بكره تكون ربه منزل، تدير شؤونها، مطبخها، شلون تتعلم؟ شلون تحببها في الطبخ؟ بقول لك شغله اخوي، يعني انا عني كوني امي علمتني الطبخ من نفسي، يعني انا دخلت المطبخ من نفسي حبيت اتعلمه، اذا انا عندي اراده ان انا اتعلم بتعلم. الطبخ سهل يعني؟ الطبخ جدا هوايه سهله، بس اذا انا لي نفس وانا لي استعداد ان انا اتعلم بتعلم، لكن اذا انا ما احب المطبخ ودخلوني قصب ما راح اطبخ. زين اذا تعلمت بنفسها ممكن تبدع وتطلع طبخات ثانيه. احمد خليت نكمل طبختها ونكمل سؤال. زين الحين انا حطيت سكر، حطينا السكر الابيض وبنبتدي نخلطه. طبعا انا راح اكثر السكر لان الحليب اللي سلق اللي زياده بعد سخناه ما كان فيه. اي ممكن. انزين انت يعني سخنتي الحليب بس ما حطيتي فيه ما حطينا السكر. حليب الشكر طويل الامد بس. أيوة. اسخنه واخليه جاهز على اساس انه سخنينه ما تغلينه، مو بغليان. لا بس اسخنه لان اوريدي الصحن بيدخل الفرن. تحبين يكون حالي زياده ولا عادي؟ انا لا ما احب ان يكون في سكر وايد صراحه، انا احب احط هذه في زبيب، انزين احط فيه جوز، في ناس يحبون اللوز. ايوه ايوه. احنا بنحط الفستق المبشور. في ناس يسوون طبقتين، يعني احط طبقه شوي وبعدين احط بينها في النص مكسرات وبعدين اكمل باقي الكرواسون. تقدرين انت، احنا عشان يكون الطبق بسرعه وهو ما ياخذ وقت بس نخلطه فراح يجانس بيكون متوزع في كل مكان. اوكي. انا راح اجيب الحليب. دائما يطلبون ام علي في الفنادق في الاعراس. يعني تحبها الاكله؟ والله وايد حلوه. تعرف شنو تاريخ هذه سالفه ام علي؟ لا ما تعرفه؟ لا. بنحط الحليب. هي اكله مصريه على فكره يعني. هي مصريه. اي بس ما اعرف صراحه يعني موضوعها وتاريخها وشلون صارت ما اعرف. لكن يمكن سوت واحده اسمها ام علي؟ لا لا، لا. هي كانت مرت عز الدين ايبك. ايبك. زين كان تزوج يعني على هذه ام علي اللي هي مرته الاولى، تزوج اللي الثانيه. اليوم مشهوره. اي فراحت هي دخلت على مرتها الثانيه وما ادري قتلتها، المهم ان هي ماتت المره الثانيه. أيوة. فراحت تحتفل ان هي يعني انتصرت عليها، فسوت اكله وزعت خبز مثل هذا وسقتها بالحليب وحطت عليه مكسرات وانتشرت ان هذه ام علي. بس هاي السالفه. هاي السالفه. اي في سالفه نسوان يعني. أيه. سهله وبعد. أيه. في طبخه سهل يعني. شفت شلون؟ طبخت على روحها. نعم. حطينا الحليب. زين انت الحين حطيتي الحليب. أيوة. تخليني تشرب شوي. تشرب. ايوه. بجيب هني عندي هاي المله. طبعا الكرواسون الكرواسون طبعا فيه زبده اصلا. ايوه. فالزبده مع السكر والحليب نكهة. تعطي نكهه جميله جدا. هني بجيب القشطه. احط لك انا. اوكي. ايوه. وانا بحط لك كريمه. اعطيني بس الملعقه. ايوه. وفي جاهزه في الاسواق اختي سعاد. القشطه اللي هو الجيمر. بحطها هني. تحطينها هني؟ هني. انا احطها هذه. لا احطها. تخلطينهم مع بعض. اي على اساس تكون الطبقه سهله. سعاد موجوده اظن معلي جاهزه في الاسواق في المجمعات التجاريه.
في علب اعتقد موجوده. علب ما ادري احنا نسويها في البيت. والله سهله، ليش تشتريها جاهزه؟ نعم اذا سهلة يعني جداً. الطريقه اليوم حتى متابعنا ممكن يسويها اليوم يعني على الغداء، ما تاخذ وقت طويل حتى على العشاء. زين احنا حطينا الحين القشطه اللي هو القشطه والجيمر العادية. ايوه وكريمه سائله كريم. ايوه سائله اللي هو بدين كريم خاص بالطبخ، وبعدها بس بنشربها من فوق. يعني دسم دسم اليوم. لا لا مش ماكل دسم. ماكل والله دسم. قص انقص عنا. ما انا الحين خلاص تبنجت يعني ابغي انطر يا تخلص ام علي يا المكرونه. ان شاء الله اعتقد ام علي تخلص تصير احلى يعني. وانا كل يوم انا المتذوق الاول يعني ما يصير يعني. أنا لازم انت يعني الحين زين انت تعلمتي الطبخ اصلا سعاد من الوالده، تكلمينا متى تعلمتي في اي عمر؟ والله تقريبا تعلمتها يمكن كان عمري 9 سنين. وبعدها حبيت يعني حبيت الطبخ. أيوة. فقمت اقرا وقمت اشتري كتب يعني اروح معارض ما اشتري الا كتب الطبخ. زين انا 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 سعاد يعني ابغى اسالك اول شيء قبل لا انتقل لمشاركاتك، شاركتي في مهرجانات. أيوة. كثيره في مناسبات كثيره، شو الطبخه اللي دائما امك تحب تسويها وتفنن فيها؟ والله الوالده متوفيه الله يرحمها. أيوة. فكانت علمتني على الهريس، طبعا انا احب اسوي الهريس لان هي الطبق المفضل اللي كان عندها وكانت تسوي. كل هريسه كذا الاكلات الشعبيه يعني امهاتنا اكلاتهم كلها تراثيه وشعبيه، بس انا طورت نفسي ان الاكلات الجديده يعني امهاتنا ما كانوا يسوون الباستا، ما كانوا يسوون ام علي، كانوا يسوون الاشياء الشعبيه الاسمت اللي هي الساق والعصير. المهرجان اللي تحسين اليوم ما زال طابع في ذاكرتك اللي شاركت فيه يعني؟ نعم مهرجانات وايد شاركت في صنعة في قطر، كان عند معرضنا وايد حلو. اليوم الوطني شاركت فيه؟ شاركت في اليوم الوطني، كنا نوزع وجبات على المشاركين في اليوم الوطني وفي اليوم الرياضي، وكنت أوفر وجبات حق قطر الخيرية. هي وجبات إفطار صائم بصورة يومية، هاي كان شيء وايد حلو لأنه في نفس الوقت خيري وفي نفس الوقت كان مساعدة مني حلوة لهم. الله يبارك. الله يسلمك. زين نسوي الباستا؟ إيه؟ بنسوي الباستا؟ زين الباستا نقول مقاديرها سريعة. ايوه اوكي. أيوة. نحتاج بصل. ايوه بصل جوانح بنقصصها شرايح. أيوة. وعندنا الدياي، ممكن ان احنا نبدل الدياي بالروبيان او على حسب الباستا اللي انت تبين تسوينها سي فود ولا العادية. والخضار طبعا عيالنا ما يحبوا الخضرة، وممكن انت تحطين الخضرة اللي انت تبينها، فانا اخترت المشروم والفلفل البارد والزهرة والبروكلي. بنحط الزيتون والصوص، طبعا بسويها ميكس صوص، بحتاج صوص ابيض وصوص الطماط، وعندنا المكرونه البيني باستا. هذه البيني هي عباره عن الشيء الخفيف اللي نفس الريشه يعني. احنا دائما نحب البيني باستا. مسلوقه هي مسلوقه مثلا؟ مسلوقه وجاهزه. نص سلقه ولا سلقه كامله؟ نص سلقه مع ماي وشوي زيت وملح، وبحتاج ماجي وثوم وزنجبيل. فطبعا اول شيء ايش بنحط؟ بنحط البصل. سعاد تبين تطبخين على طول ها؟ اول شيء انت ذكرتي ما سمعت ان الوالده الله يرحمها؟ ايوه الله يرحمها. واحنا سعيدين لما نشوف ان الاجيال تستمر في العطاء وتمشي على هذه الخطوه. لازم يعني انا لازم اطلع اللي علمتني امي، ما خلاص اخذه واحتكره. انا تعلمته واعلم الناس يا ان شاء الله. الله يرحمها حبيبتي، وبالتاكيد راح نخليك تستمرين في الباستا. أوكي. انواع مختلفه وبين السي فود وبين اللحم وبين الدياي وايد اشياء، انت راح نشوف شنو اخترتي لنا بالتاكيد بعدين. عمر هم حطوا ام علي بالفرن، وين اكثر مكان تحب تاكل منهم علي؟ معروف الشرطن يعني. شرطن كلنا الشرطن. نرجع حق روايه بالتاكيد، واكيد راح تتذوق معنا اخر شيء مع علي بعد ما ان شاء الله يسوونها، ولا بتروح الشرطن؟ والله ما ندري نشوف احنا. كنا قاعد نتكلم عن لقاء الغرباء تحديدا، وهذه الروايه هي اول روايه لك من بعد نجاح في السوشيال ميديا وفي تويتر تحديدا، من بعد تشجيع جدا كبير. ذكرنا قبل ما ننتقل لهم للمطبخ عن المهرجانات، عن الفعاليات اللي تقام في الدولة، عن المعارض اللي موجودة عندنا في قطر وفي خارج قطر، 3 معارض شاركت فيهم. كون إن أنت يعني الحين يعني ما شاء الله في بداياتك، ولكن حققت نجاح كبير، شاركت في معارض كبيرة سواء في الكويت سواء في قطر، وبعد كذلك في مسقط صح؟ نعم. نتكلم عن هذه المشاركات تحديدا. والله يعني أنا بالنسبة لي هالمشاركات كانت في البداية كان فيها رهبة. نعم. ان انا اطلع الجمهور واقعد اتكلم معاهم واتحاور معاهم رده فعل، ممكن في يعني عقليات مختلفه ان هل تصلح الروايه للاعمار الفلانيه، تصلح حق الناس الفلانيه، ف
كانت مشاركة وايد حلوة. معرض الكويت كانت بدايتي في المعارض. الإقبال والاستقبال والحفاوة من أهل الكويت كان شيء. أنت أول معرض لك شاركت فيه في الكويت؟ كان أول معرض كان معرض الكويت. يعني لأن الجدول الزمني مال المعارض يبدأ في الكويت عندنا. بعدها دخلنا معرض الدوحة اللي أنا دائما أقولها إن هي أحلى 7 أيام كانت في حياتي. أنتم كنتم مع دور في نشر في الكويت كنا مع دروزة للنشر لكن مع ضمن وزارة الثقافة والرياضة. لكن في الدوحة كان لنا جناح خاص مستقل في دروزة. كان إقبال جدا كبير حتى وصلت يمكن قبل المعرض بيومين خلصت النسخ عندي فوصلت مرحلة إن أنا قاعد أقول لهم ما يصير إن نحاول طبعنا الطبعة الثانية والحمد لله وصلت قبل ما يخلص المعرض ورحنا معرض مسقط شهر 2 وكانت الطبعة الثالثة معي أيضا فمشاركة المعارض بالنسبة لي أنا أشوفها هاي تحفيز كبير للمبدعين غير أنك تلتقي مع الكتاب الموجودين من مختلف أنحاء العالم سواء في قطر أو خارج قطر يعني في كل مرة نشوف لمعرض الكتاب إنجازات كثيرة شخصيات كثيرة كتب من مختلف أنحاء العالم مميزة جدا وأنك قاعد تقول لي خلال كم يوم وخلصت تقريبا 7 أيام 6 أيام خلصت ورحت سويت وكان في طبعة ثانية اللي موجودة شنو السبب يا ترى لأن عادة يمكن يقول لك والله الشخصية اللي كتبت أو مثلا الترويج كان جدا قوي والله صراحة يعني ما أعرف إذا كان هو سبب ترويجي لكن أنا أتوقع أن كل كتاب هو يتكلم عن نفسه مو محتاج شخص أنه هو يسوق له أكثر من اللازم بس التسويق مطلوب التسويق لابد صح. يعني مثلا أنا شلون بعرف أنه شنو مثلا ليش بروح بختار هذا الكتاب صح. تحديدا يعني هو بعد الشيء اللي يمكن فادني أنا كشخص تويتر نفسه تويتر بدايتي في تويتر الناس عرفوا شلون عرفوا أسلوبي عرفوا طريقتي حتى الكلام يعني ممكن شخص يكون ماخذ الكتاب يقول حق ربعه ولا يقول حق هاي ترى الكتاب حلو فتشوف ناس يقولون احنا جايينك من طرف فلان الفلاني. زين قاعد نتكلم عن الكتب عمر نروح نشوف مكتبة قطر الوطنية ونرجع نشوف ليش نشوف. بعد عمل استمر لأكثر من 5 أعوام منذ أن تفضلت صاحبة السمو الشيخة موزة بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسات قطر بالإعلان عن مشروع مكتبة قطر الوطنية في 19 نوفمبر 2012 وافتتحت رسمياً في 16 أبريل 2018 لتصبح منارة للعلم والمعرفة وتم تشييد المكتبة على أحدث الطرازات العالمية الحديثة تضم المكتبة أكثر من 1,000,000 كتاب في جميع أنواع المعرفة والمعلومات الطبية والأدبية بأكثر من 20 لغة من أهم الأولويات التي تضعها مكتبة قطر الوطنية نصب عينيها هي ترسيخ حب القراءة والتعليم لدى الأطفال منذ الصغر وتنظم لهم مجموعة كبيرة من الفعاليات والورش والبرامج التدريبية حول مهارات التعليم المبكر من أجل مساعدتهم على تطوير مهارة القراءة أما مكتبة اليافعين الموجهة للناشئة والفتية فتحتوي على أكثر من 30,000 كتاب ومجلة ورواية مصورة بالإضافة إلى معامل الحاسوب وأدوات التعليم التفاعلية ومنطقة خاصة بفعالية اليافعين وتضم المجموعة أيضاً عدداً كبيراً من الكتب الأكاديمية والمراجع والمقررات الدراسية التي تساعد الطلاب في المراحل التعليمية في مختلف التخصصات العلمية والتقنية والطبية يستطيع الزائرون الاستفادة من المساحات والقاعات المخصصة للاطلاع الفردي والجماعي ومعامل الحاسوب ومركز مهارات الكتابة ومحطة الابتكار ومجموعة متنوعة من الأدوات الإبداعية مثل الطابعات والمسيحات ثلاثية الأبعاد والآلات الموسيقية المكتبة التراثية تضم أكثر من 4,000 مخطوطة ما يتيح للزائرين فرصة الاطلاع على التاريخ والثقافة في دولة قطر والحضارة العربية والإسلامية كما تضم المكتبة التراثية مواد ومخطوطات قديمة في مجال الطب والصيدلة والفلك بالإضافة إلى عشرات الأطاليس ومجسمات الكرة الأرضية وآلات الرحالة ومجموعة ضخمة من المواد الأرشيفية موسيقى
عمر، أنا اطلعت على الكتاب، بس أكيد نبي يمكن لمحة سريعة وتشويق سريع لمشاهدينا عن لقاء الغرباء، تعطينا فكرة سريعة عن محتوى؟ محتوى لقاء الغرباء هو يتكلم عن قصة مايسترو، إنسان نرجسي يعني إلى أبعد حد. نعم. يصيد حادث مروري ويفقد جزء من ذاكرته، فآخر شيء ممكن يتمناه شخص نرجسي ومحب لنفسه أن أنت تقول أنت إنسان ناقص. نعم. فيصحى ويشوف أنه هو ناقص فعلاً وناسي العديد من الأشياء، فيبدأ يواجه المجتمع، فيشوف المجتمع يواجهه بطريقة سلبية بطريقة إيجابية، فيبحث عن الأسباب ويحاول أنه هو يبيض صفحته إن كانت سوداء في عين المجتمع ولا لا. هذا كان ملخص سريع للقاء الغرباء، راح يكون إن شاء الله أعمال قادمة في المستقبل، ما تبي تقولها حصريا ان شاء الله راح تقولها لنا على شاشه تلفزيون قطر في لقاء قادم باذن الواحد الاحد ان شاء الله. نتمنى لك التوفيق والاستمراريه والنجاح، وفخورين يكون عندنا شباب قطري مبدع ومتميز. خط الروايه راح تتبعه يمكن راح يكون خط روايه انا راح اكمل فيها يعني. وراح يكون عام في مواضيع معينه، في قصص انسانيه، في ولا راح يكون منوع؟ راح يكون منوع، لكن هو يعني على حسب الحبكه، على حسب صيدة القصة. أنا عارف إنه في عمل قادم بس هو راح يقول لنا الحين، بس أكيد إن شاء الله راح يكون لنا لقاء معك إن شاء الله في برنامج في الضحى بالتأكيد، نتحدث عن إنجازاتك وعن الروايات القادمة، واللي راح يكون لك أكيد مشاركات في معارض كثيرة. شكرا لك عمر. شكرا شكرا. يعطيك العافية. شكرا. إذا مشاهدينا أتمنى تدعمون الطاقات الشبابية القطرية الموجودة عندنا، خاصة لما يكون في تميز ملحوظ وتميز كبير. سعاد، سعاد تسمعيني ولا لا؟ سعاد تسمع شكلها، سعاد ما تسمعني. مشغولة قاعدة. ريحة الطبخ صراحة. ريحة الطبخ ما شاء الله. شو وين وصلتوا الحين؟ حطيتوا الدياي ولا للحين؟ انزين قولي لهم سعاد الحين ايش حطينا احنا؟ حطينا اول شيء طبعا البصل مع الزبدة والماجي، وبعدها حطينا الدياي لصدور الدجاج المقطعة عشان تستوي مع الدهن مع الزبدة. ايوه. وبعدها ضفنا الخضرة اللي عندنا اللي موجودة اللي هي البروكلي والزهرة والمشروم وش اسمه؟ الزيتون الأسود. بنخليها شوي تطبخ، وضفنا البهارات اللي هي الملح وفلفل أسود شوي، بهاراتك اللي أنت تحبينها. أي في ناس ما تحط إلا ملح وفلفل أسود، بس إحنا حطينا فلفل أسود وشوي بابريكا وملح وبزار شوي على أساس الريحة والنكهة، وحطينا الزعتر البلدي. نقدر نحط بطاط سعاد مثلاً. صار هاي بتصير مكرونة عقب. صار مكرونه مكبوس مال تول. ايه مال تول. ايه ليمون اسود يعني مثلا في ذي مجاسم ايش نقدر نضيف؟ انت تتوقع احنا ممكن نستعيض، لان في ناس يعني في عيالنا احنا ما يحبون البروكلي او الزهره، مع انه صحي، مع انه صحي وايد. ايه ومحارب ممكن نستغنى عنه يعني اذا هو لا للاورام السرطانيه حسب ما قرينا. ترى البروكلي اكبر محارب لامراض السرطان. نعم. انزين وخاصه اذا كان انسلق. فاحنا ممكن نستعيض عنه بشرايح جزر، نستعير عنه طبعا باوراق مثلا الفاصوليا. أيوة. المفطحه، اي خضره انت يا المشروم هذه صح؟ اي حطينا المشروم الفريش. أيوة. صار كل شيء فيه مشروم. الحين نحط الصوصين احنا. أيوة. بنسويها ميكس صوص. هي ترى البصل تصير ثلاث انواع، وايت. أيوة. وميكس. أوكي. او حمراء بس. انزين انا بحط احنا بنسوي احطها كلها كلها ولا نص؟ شوي شوي شوي، انا ابغي شوي نصها. انا في الاخير انا اللي بجرب اول واحد صح؟ انت شو تحب اي صوص؟ اي شيء. الريحه انا الريحه حلوه للحين. وهذه كريمه ولا شنو؟ وايت كريمه. وايت كريمه. انزين طبعا الكريمه هاي انا جهزتها، حطيت فيها جبنه كريميه وحطينا فيها قشطه والكريمه. قشطه اي نوع سعاده؟ قشطه اي نوع. اي نوع اي نوع. ايوه اي نوع تحط قشطه وجبنه سائله. جبنه سائله مع كريميه. ايوه. انا صراحه اشوفهم يشترونها من برا كي البيت، عندي في البيت يشترونها من برا. اليوم تاكلها من يد سعاد. زين ممكن بس نحط شوي صوص احمر؟ اي تبي تحط، لان شي صارت بينك صوص. زيدي انت. أي. انت ما شاء الله انت الشيف، انت اللي تتحكمين في الطبخه. الصوص هذا حتى بعد ممكن انا اسويه في البيت. أيوة. على طريقتي. ايوه اوكي. انت تسوينها؟ اي احنا نسوي، انا اسويها اخلط الطماط عادي في الخلاط. ايوه. وممكن احط معاه فص ثوم، احط شوي مع كزبره وهالاشياء. أي. بدون بهارات. نخلطها ونحطها شوي يمكن اقل من 10 دقائق تنطبخ عشان شوي تغلى. وبس عقب اخلطها في انا احط بدال الكزبره احط ريحان، اكثر الريحان وايد. احب الريحان. انزين احب احط مع الصلصه الطماطم، احط صلصه شوي، علبه صلصه نص تقريبا. أيوة. عشان تصير حمراء تعطيني كثافه، واحط شوي كمون عشان، والسكر شوي، رشه سكر عشان الغاز طماط.
وممكن اصلا تلاقينها بعد جاهزه الحين، الحته الصوص تلاقيه جاهز. صوص وايت صوص حق الباستا والتوميتو صوص. انا من كثر ما انطر الطبخه صراحه ما بتكلم. زين ممكن نتكلم لين تخلصون؟ لا مطول علي. ابغي صراحه اجرب الطبخه ما شاء الله. ايوه يعني هي لذيذه اصلا، هي استوت قبل لي. هاي للحين بعد باقي المكرونه صح؟ بس لا هي استوت بس ترى. اوكي. اي ام علي طلوا عليها، انا طولت عليها عشان تستوي بسرعه. حلو صار لونها حلو. استوت؟ والله كنه ما اعرف اقول لك استوت ما استوت. لا بعد يبيلها. يبيلها؟ يبيلها يبيلها. يعني نزيد الحراره عليها؟ لا 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 نزلت الحراره زينة. خليتها 200. لا شي زين. خليتها زين. لو انا حطيت 600. بس زين انك انت اكيد مقايسه، كان احترقت من مساعه اصلا. لا لا انا لو انا كان حطيت 600. انزين الحين هي قاعد تطبخ الحين طبعا مجرد ان هي تطبخ. تطبخ شوي. هني عندي هذا الفلفل المجروح. حياك حياك حياك. الريحه يا بنتي. تعالي عاد هاي يعني نسميه الفلفل المجروح. دائما الحريم اكثر لكن. الفلفل الاحمر مجروس ممكن احطه ممكن لا على حسب الرغبه يعني. هسه عاد ايش حطيتي؟ الحين بنحط المكرونه. بس حبيت اول شيء مميز فيك، لو نلاحظ ان كل المواد اللي انت جايبتها كاتبه البروكلي، الزيتون. ايوه. جود بوينت. لازم ترتيب يكون موجود. المقادير يعني قبل لا اطبخ لازم اوضح شنو. في سوشيال ميديا عندك حسابات تحطين فيها؟ عندي انستغرام. انستغرامي مطبخ ام فهد. وفي كل هالاجراءات شلون تسوين الخطوات شلون تعدين تصورينها. عندي مصوره وعندي اشياء حتى يعني من تصويرات اللي صورتها قبل في قناه ريان بعد موجوده على. لان في طهاة مو فقط يعني مثلا في طهاة يشوفون مثلا عندهم المقادير وعندهم ويبيعونها مثلا من خلال الحسابات الموجوده عندها. وفي حسابات مخصصه انها مثلا تخدم المجتمع. صح انها صح تعلم البنات في بيتهم كيف يسوون مثلا هذه الاشياء اللي موجوده عندهم. فحطيتي انت الصوص، حطيتي كل الصوص الوايت والتوميتو. والحين بس بنحط المكرونه اللي سلقناها. انت حط المكرونه وانا بحط لك. اوكي كلها كلها. وبالنسبه حق انواع الجبنه ممكن تحطين اكثر من نوع من الاجبان ولا يهمك بحط الاجبان. كان بنحتاج جبنه موزاريلا. وايت مكرونه هو يقول حطيها كلها. لا عادي مو بوايد. لا مو بوايد. خلي بياكل هو شي بتخربون. وين الدكتور اللي مسعس بعد جبن فوقها؟ لا اي احنا بنحط الجبن. قاعد في جبن؟ لا ما في كلام. هلا انا بنتظر. زين بالنسبه نكمل على موضوع الاجبان اللي انت راح تخلينها في جبنه موزاريلا. هاي اخر شيء انا حصرت احاتي الصوبين احاتي هي وحاتي معلي. لا لا ما استعمل جبنه فيلادلفيا مع الصوص الابيض لان يعني وجبه رئيسيه. طبعا دائما انا اقول حق المشاهدين ان الطبق ما في قاعده معينه. أيوة. بسطاعتك ان انت تبدعين وتغيرين وتضيفين الاشياء اللي انت تحبينها. كل انسان وزياده كريمه. اي لان حطينا سوري حطينا مكرونه يزيد الصوص. انا احب الصوص زياده عشان ابو احمد يستانس. حطي حطي انا في الاخير بجرب الاكل. انت تتكلم عن مرضى السكري. انا في الاخير بجرب الاكل. والدسم تحطين معجون طماطم. اي حطي بعد زياده صوص. شكلها مغري والله. مغري طبعا مغري. احنا بس نقدر نقول ان قاعد تزيدون الصوص لان انتم زدتوا كميه البهارات كميه المعكرونه اللي موجوده داخل، علشان كذي قاعد الحين يتم زياده الصوص عشان المشاهدين يعرفون المقادير بالضبط اللي خليتيها. في ناس وايد تقول اكسترا صوص اكسترا صوص بس صار وايد اكسترا. بس يمكن لما يكون تطبخ بيكون تغلط شوي. طبعا احنا ما شاء الله هالقطر معروفين بالكرم. ايوه نحب نسوي اشياء اكسترا زياده. ما شاء الله عندنا الشباب هنا ما راح يقصروا راح ياكلون ان شاء الله. شبابنا كلهم بيجربون اكيد. انا من يدي. يعطيك العافيه. الله يعافيك. زين سعاد بالنسبه حق الجبن راح تخلينا اخر شيء ولا لان في ناس يحطونه معه؟ بس شوي يطبخ بنزله. ويمكن بعدين في التزيين يتم اضافه. وفي التزيين ممكن خلينا شوي. ايوه بس شكل النار شوي. لا 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 حاره ترى النار عاليه. ترى نغطي نخلي شوي يطبخ اسرع. تبينا يطبخ؟ علي التغطيه علي. وبالنسبه حق ام علي بنشوفها. بالنسبه حق ام علي بنشوفها تعال خلينا نروح نشوفها. شيلوا حق التزيين. انت حطيتي داخل مكسرات ولا رحت بس في التزيين؟ حطيتي الحين في مكسرات. حطيتي مكسرات على الوايت. في ناس لما تطلعها تزينها وايد بس انا ما احب احط مكسرات وايد لان في ناس ما تعبى المكسرات. انا توني كنت بقول نفس النقطه انه يمكن المكسرات نحطها اخر شيء لان في ناس ما تتقبل ما تحب مثلا. وكنا قاعد نتكلم انا وعمر من شوي راح تغطينا على ام علي شرتن ولا لا؟ ان شاء الله لان هم ترى انا من النوع اللي اخذت صراحه اخذت من عندي مالتهم وقعدت شويه افحصها
ابي اعرف هم شو يستعملون، هم ترى يستعملون الكرواسون ومقاديرها سهله، حليب وسكر بديهي يعني وكريمه. بس اللي حبيته انك تبحثين يعني مثلا تشوف وين السوق شنو اراء الناس. انا شخص يعني احب مثلا حتى لو جوني طبق، حتى لو مثلا اخذت من عند اختي التاجره طلبت من عندها اوردر وعجبتك وجبته يعني احب يعني افصفصها مثل ما يقولون هيش مستعمله هيش حاطه واحاول اطبخه وتغيرين وتضيفين لمستك بعد بنفس الوقت. والامانه ساعات تضبط يعني تطلع نفسها. شو تحبين من الاكلات الشعبيه ساعات؟ الاكلات الشعبيه صراحه كل الاكلات الشعبيه احب اسويها. مثل يعني في اشياء صراحه صرنا ما نسويها وايد. يعني او تسويها بطريقه مبتدئه. او الخبيص تقريبا يعني يقل وايد في قطعه. لا والله وايد نسوي الخبيص. رجعنا نسوي من جديد. نسوي الخبيص ونسوي العصيده ونسوي البثيثه. بس بطريقه مبتكره صح؟ ايوه طريقه التقديم. اي هي ولا هي العصيده عصيده. بس في ناس الحين قامت تسوي عصيده بيستاشيو يعني تضيف لها اشياء ثانيه عشان تغيرها يعني زين تسوي مودرن. سعاد انا بضيف انا بسالك هالسؤال، انت اليوم لما انت تكونين كطبخه وكشيف يعني محترف تعتقدين ان الشيف هو اللي يضيف لمسه خاصه في الاكله ولا اخذ الاكله مثل ما هي بس انه اغير شكلها؟ يعني الحين مثلا انا وهاي باستتي الكل يعرف يسوي باستا، ممكن انا اميز باستا سعاد اني انا اضيف شيء معين خلاص بيقولون ضفتي شيء معين ما قلتي؟ لا لا انا شيء قلت لا لا بلا اي في سر والله سوي لنا شيء زين زين انا اتذكر شيء ويقال انه مش من اكلاتنا لكن اعتقد ان الاوليين كانوا يسوونه. أيوة. اللي هي الرنجينه. الرنجينه الاول كانوا يمكن مشاهدينا الان يتذكرون امهاتنا وابهاتنا يعني امهاتنا بالذات الله يطول في اعمارهم. الرنجينه كانوا يسوونها اللي هي من الرطب الناضي. أيوة. ويحمسون عليها مثلا اللي هو الطحين يسمرونه شوي. أيوة. وهذه هي الرنجينه بس اليوم صارت بطريقه جديده والناس تتقبلها في الاعياد كثير يشترونها. ممكن نسويها بطريقه معينه اليوم نرجعها لانها اختفت. الرنجينه تستوي على التمر تستوي على الرطب. طيب الرطب هو اللي يعني حتى لو احنا ثلجناه ممكن نستعمله في اي وقت، نصفهم ونسوي الطحين نفس ما قلت نشفشفه مع البهارات هاي مالته هاي ونصبها عليه هاي طلعت رنجينه الرطب واكله حلوه صراحه. أيوة. وفي رنجينه التمر اللي هي العجل التمر تسوين سعاد رنجينه. اي اسوي رنجينة. زين هذه جبنه مزرولا ممكن جبنة. تحطين جبنه برميزان. برميزان اي بس البرميزان تغير الطعم المزرولا. اخر شيء تبشرينه أيه. على تقديم على البرميزان على أيه. بس عشان المشاهدين لازم يعرفون سعاد حطيتي الجبن. لا 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 اوكي طريقه التقديم. مشاهدينا سعاد الحين قاعده تطبخ لنا الباستا وبانتظار الام علي بقى وقت قليل وان شاء الله تنتهي وجبتنا لهذا اليوم. أيوة. راح يخليها على هذه الاطباق هذه اطباق التزيين صحيح راح تكون موجوده عندنا. انا عشان كذا وقف عندنا هذا الفاصل ومن بعده راح نرجع لكم. يعني تزين عليك واحنا ام علي لا مو تزين الاكل علي بس انا بروح بجهز لا انا بشيل ام علي بشيلكم علي ايوه ما تبين المسكه طبعا احنا الباستا خلاص خليناها نفس ما انتم تشوفون وزيناها سعاد زينتيها الباستا بشنو حطيتي فلفل عليها شوي حطينا عليها الفلفل الشطه المبشور زين يمكن بعد نحط جبن شوي بزياده على اساس شكل اكثر والحين حار انا شوف رتبت الصحون حتى الكاميرا تاخذهم بشكل خليفه هم قاعدين قبل انت تشيل يقولون لك بشيل عادي المفروض الريال اللي يشيل عادي حاسبي حاسبي بس كنت تخلون علي انا اشيل كل شيء حاسبي يا سلام شكلها وبس عجيب. وبس هاي ودي اجرب بس حاره صراحه تبي تجرب جرب يا خليفه ابغي مغرافه اغرف وسعاد نرجع نتكلم على موضوع تزيين الام علي انت كنت جايبه الاشياء صح مكرونه احيانا حطيتها داخل واحيانا جوز الهند جوز الهند والزبيب في هذه الاشياء تختلف يعني عاده في المطاعم احنا نشوفها موجوده على جنب اذا تبين تزينها في المله تحطين اللي انت تبينه طيب انزين انت اوريدي حطيتي هني موجود على الطبق انت بتحط اي خلاص حطه انت تحطون معلي دوق نبي هاي اللي اقرب يعني حطوا معلي من هناك انا ودي احط معلي صراحه ايه؟ بشكل سريع جدا يعني لو شوي بس قولوا لي رايكم انا بتذوق بعدين سعد يعني طبعا ختامها مسك
لازم نختم طبعا بقضمة مكرونة. يعني الحين انتم راح تتذوقون وشكل الاكل جدا لذيذ مشاهدينا، نفس ما تشوفون وصلنا الى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سعاد يعطيك العافية على التواجد معنا وزملائي، اتمنى عجبكم الطعم. نعم، وأعزائي المشاهدين لقائنا يجدد يوم قد في نفس الموعد وفي نفس المكان. إلى اللقاء، تقبلوا تحيات الجميع.